يعني من الواضح أن معطيات الميدان أي الهجوم العسكري الذي تشنه إسرائيل لا تعزز إمكانية استفادة إسرائيل من أي صفقة تبادل أسرى وفق الشروط يعني التي يعني باتت يعني معروفة للجميع، إذ أن الولايات المتحدة على ما يبدو دعمت التوصل إلى يعني صفقة. هناك بعض الأوساط الإسرائيلية التي كانت أيضا يعني تدعم إمكانية يعني التجاوب مع الجهود الأمريكية لإبرام صفقة أسرى حتى ولو لم تكن وفق التوقعات التي تريدها حكومة نتنياهو ومجلس الحرب يعني الإسرائيلي. لكن من الواضح أن إسرائيل كانت تأمل بأن تحقق بعض الإنجازات على المستوى العسكري وخاصة في هجومها يعني البري من نوع يعني حماية وتعزيز تموضع قواتها في داخل مدينة غزة، ولكن ما حدث خلال الأيام الأخيرة وخاصة بعد اجتياح واحتلال مجمع الشفاء أن المقاومة الفلسطينية لا تزال تقاتل وتقاتل بطريقة تجعل من الصعب على القوات الإسرائيلية في مدينة غزة وفي شمالها يعني أن تتموضع بشكل ثابت وأن تضمن يعني الإمدادات اللوجستية لهذه القوات من شمال وشمال غرب قطاع غزة ومن شرق قطاع غزة للوصول إلى القوات التي تحاول التمركز في داخل مدينة غزة. الآن نحن نشهد قتالا عنيفا في منطقة الزيتون شرق مدينة غزة، قتال في بيت حنون، قتال في بيت لاهيا. الجيش الإسرائيلي يتحدث عن اشتباكات ضارية مع يعني كتيبة في من كتائب القسام في الزيتون، يتحدث عن اشتباكات ضاريه في جباليا مع 3 كتائب يعني مع اعداد كبيره من يعني المقاتلين. ولكن ايضا الشروط التي وضعت من شانها ان تظهر نتنياهو باعتباره ضعيفا لانه كان يريد ان يرفع عدد يعني الاسرى والمحتجزين الذين يمكن ان تشملهم الصفقه بحيث تشمل جنود وليس فقط يعني مدنيين كبار سن نساء ومزدوجي الجنسيه. وهو الآن يعني أصبح في مأزق بهذا الخصوص، وخاصة عليه أن يقدم ثمن أكثر من الوقود الذي وافق عليه، أكثر من الإمدادات الإنسانية التي تصل للجنوب بحيث يوافق على وصول الإمدادات الغذائية والماء والوقود أيضا إلى منطقة غزة وشمال يعني غزة، أن يوقف تحركات المسيرات أثناء عملية التبادل خلال فترة يعني الهدن، بما يعني أن إسرائيل ستتحول إلى يعني ما يشبه الأعمى لأنها لن ترى ما تقوم به يعني فصائل حركة حماس والفصائل الأخرى من تحركات لقواتها في غياب المسيرات، وكذلك السماح بحركة انتقال الأفراد في الاتجاهين يعني خلال فترة الهدنة الإنسانية، بما يعني إمكانية عودة الآلاف ربما عشرات الآلاف ممن يتعرضون الآن للقصف في وسط وجنوب قطاع غزة التي يفترض أنها منطقة آمنة إلى منطقة شمال قطاع غزة. أستاذ خليل، لماذا نرى بالآونة الأخيرة بأن نتنياهو يشدد في كل خطاب على الاعتراف بالضغط الدولي الذي يتعرض إليه لوقف القتال؟ إلى ما شاهدناه قبل قليل، نعم ما شاهدناه قبل قليل في حديث يعني نتنياهو وجالانت، يعني هو محاولة لتهيئة أولا الرأي العام الإسرائيلي بأن القادم قد يكون أكثر صعوبة وأن عليهم أن يعني يصمدوا لتحقيق الانتصار، وأنه يعرف تماما أن هناك ضغط دولي على إسرائيل أن تتحمل ارتكاب المزيد من المجازر وإبادة عائلات بأكملها خلال الفترة القادمة، وخصوصا في ظل السعي لتوسيع العملية البرية لتشمل وسط وجنوب قطاع غزة. ولذلك فهو يحاول أن أولا أن يوجه رسالة للإسرائيليين كما قال يعني جالانت هذا المساء أن هناك أولويات، ولكن الأولوية المتعلقة بإطلاق سراح الأسرى والمحتجزين الإسرائيليين ليست الأولى، ربما تأتي الثانية، وأن الأولوية الآن يعني لتحقيق إنجازات على أرض المعركة. هذا جانب. الجانب الآخر هي رسالة موجهة ل يعني المجتمع الدولي وللدول التي بدأنا نشهد تغيرا في موقفها، قدر من التوازن في بعض مواقف بعض الدول، يعني وخاصة في ضوء ما يعني ما يراه العالم من يعني جرائم مروعة وصور تظهر لكل العالم، السوشيال ميديا مليئة بصور حول الشهداء والضحايا من الأطفال والنساء التي تضخ يعني بشكل يومي يتداولها الجميع، بما في ذلك يعني الجمهور الإسرائيلي الذي يعني لا بالمناسبة هذه الصور كلها لا يبثها الإعلام الإسرائيلي يعني وخاصة الإعلام الرسمي أو القنوات القريبة من الإعلام يعني الرسمي، ولكن الإسرائيليين يوصلون إليها من خلال ما تبثه القنوات يعني العربية والأجنبية وكذلك ما يتم نشره على يعني بعض وسائل التواصل الاجتماعي ليس فقط الفيسبوك، وكذلك يعني التيك توك والانستغرام هما وسيلتان يعني شائعتان من حيث الاستخدام في الاوساط يعني الاسرائيليه. لذلك هناك محاوله لتهيئه الجمهور الى ان
هذه العملية سوف تؤدي إلى خسائر كبيرة، إلى ضغوط على إسرائيل، ولكن عليها أن يعني أن تستمر دون أن يكون هناك يعني جدول زمني واضح لهذه نعم العملية ولا هدف واضح لهذه العملية. إذ ظل اليوم نسمع يعني نفس العبارة، القضاء على حركة حماس، القضاء على حركة حماس، ولكن يعني ما بدأ بعد القضاء على حركة حماس؟ وكيف سيتم القضاء على حركة حماس وليس فقط القضاء على قدرات العسكرية؟ لأن حماس في نهاية المطاف والفصائل الأخرى يعني هي تخسر بالتأكيد من الناحية العسكرية، هذه الضربات تؤدي إلى يعني استنفاذ مخزونها العسكري، بالتأكيد لديها خسائر نعم بشرية يعني، ولكن على المستوى الشعبي هي تكسب يعني، وهذا أمر نعم يعقد يعني تحقيق هدف شكرا القضاء على حركة جزيلا لك الكاتب السياسي خليل شاهين، كنت معنا مباشرة من رام الله، شكرا لك.